ماشي. نايف الحارثي، محمد الحربي، سعود الخيبري، احمد الحربي، عبد العزيز وين عبد العزيز؟ مكتوب هنا بالخطا، عبد الرزاق الحسين اللاعب السوري، وبالتالي صلاح الدين عقال، علي التركي، بدر الخميس، حسين النجعي. طبعا هذه اسماء التعاون، لان في اسماء كثيره كانت تلعب في الماضي مع فريق الاتفاق، واليوم تلعب بشعار القافله السكريه فريق التعاون. بالتوفيق ان شاء الله في تقديم المباراه. البدايه كانت للاتفاق مع كره يوسف السالم، عدت الى خارج الملعب الى رميه التماس. عاد الناس اللي تتحدث عن لقاء الفريقين وامكانيات لقاء الفريقين في مباراه اليوم تتكلم فقط عن التاريخ في المباريات الماضيه، ولكن التاريخ لا يشفى احيانا، لاننا نلعب في مساحه من الجغرافيا فنترك التاريخ قليل. كره منقوله ملعوبه على الطرف الايمن، محاوله سياف ينقل كرته في وسط الملعب، اللاعب الخبير في وسط الملعب، كرة منقولة لكن كرته الخميس اللاعب المنتخب الرديف، كرة منقولة للأمام حسين النجعي، أصدقاء الأمس يلعب أول مباراة ضدهم، كرة منقولة سعود الخيبري اللاعب أيضا سابق حسين التركي، وعلى التركي اللي كان في موقف تسلل. عاد بنتكلم نقول لاعب سابق، ثمانية أو أكثر من اللاعبين المتواجدين يمكن في قائمة الأساسية والبدلاء من كانوا يمثلون فريق الاتفاق في السابق، ولكن الاتفاق من الفرق اللي ما تفرط في لاعبينها بالسهولة على مدى السنوات الطويلة، والاتفاق لا يفرط في نجومه. حتى صالح بشير وانت راجع عن مستواه السابق الذي يكون على قائمة البدلاء ما يتنازل عنه. ابراهيم المغنم يلعب اول مبارياته كاساسي في بطولة الدوري في الاسبوع رقم 9، كرة منقولة للامام السالم، عنده 3 اهداف، امكانيات الهداف 14 هدف في الموسم الماضي للهداف يوسف السالم، واللي جلس بديل في مباريات كثيرة مع باكو ريكارد في تشكيلة الاخضر السعودي. رمية تماس، عبد المطلب الطريدي يلعب رمية تماس منقولة، اطرافه لعبت ولكن اصطدت الخيبري الى خارج الملعب والى رجل الاخضر. هذا سعود الخيبري اللاعب اللي كان يلعب سابق في نادي الاتفاق، لاعب مع الطائي في فتره سابقه، ابراكو ايفانكوفيتش، رجل يعشق الاستقرار لكنه ايضا عنده مغامره جميله في عدد كبير من اللاعبين. من متى واحنا كنا نشاهد الاتفاق في اسماء شابه؟ لسنوات طويله ما كنا نشوف احد يدخل على التشكيله بشكل سهل ابدا. كره منقوله جمعان الجمعان، راح على الطرف الايسر، وجمعان كنا نعرفه صديق الامس مع سياف في مواسم سابقه، وكانت توأمه ما بين سياف، لكن جمعان اليوم يروح على الطرف الايسر. كره منقوله ابراهيم المغنم، يسالون عن الغيابات نعم مؤثره على مستوى الفريقين، وان كان الاتفاق متضرر اكثر من الغيابات، لكن الاتفاق ومع برانكو اعتقد انه وضع تشكيله مناسب لهالمباراه. كره منقوله محاوله في وسط الملعب للامام، يعني عندك مثلا يحيى الشهري اللي كان يلعب على المنتخب الاولمبي، مع كره للامام بدر الخميس، محاوله سانتوس البرازيلي، سانتوس البرازيلي في خطا، هذا بدر الخميس امكانيات كبيره، لعب مع المنتخب الرديف اللي لعب في البطوله الخليجيه الاخيره الاولمبيه في مملكه البحرين، والحقيقه شكل ثنائي مع ربيع السفياني لاعب نادي الفتح، وكان هناك تالق كبير، نعم حصلوا على الميداليه الفضيه مباشره. كره منقوله لزاروني، ينقل كره للامام، الخيبري سيطر عليها، نروح على الغيابات ونذكركم، الغيابات اللي عند الاتفاق، يحيى الشهري واحد من الاسماء الغائبه بداعي انه موجود مع المنتخب اللي عسكر في هذه الايام في هذا المكان تحديدا في هذا الملعب، ملعب الدمام، وبالتالي راح يلعب مع عمان المنتخب السعودي الاولمبي في اولى مبارياته في الاسبوع القادم. وبعد ذلك من الاسماء ابراهيم، عبد الله الحافظ، من الاسماء علي الزقعان، كلها في المنتخب الاولمبي، ولاعب المحور اللاعب الشاب اللي وجد الاتفاق ضالته ويقدم نفسه بشكل كبير جدا يحيى حكمي، وراقبوا هذا اللاعب وتابعوه من خلال الايام القادمه. كره منقوله ملعوب احمد المبارك هيئها، لكن راحت الى فيصل الخالدي، واحد من الاسماء اللي كان مشارك مع الاتفاق في مناسبات قادمه، والحارس اللي ترعرع في سنوات طويله مع الاتفاق، نعم اخذ فرصته في الاسيويه. كره منقوله ملعوبه على الطرف الايمن، محاوله نقله صلاح الدين عقال المتنقل والرحاله على مستوى المملكه، كره منقوله محاوله سياف البيشي، صلاح الدين عقال صاحب 26 سنه لاعب اولمبيك خريبكا اللي مثل حتى منتخبه الاولمبي ومثل منتخب الاول في مناسبات قليله جدا،
وبالتالي راح مع الحزم مع الطائي راح مع راح مع الرائد ومع التعاون وسنوات قضاها في الآسيوية مع الاتفاق على هذا الملعب. المغنم يلعب كورته برونو لازاروني ياخذ كورته على الطرف الايسر محاوله لكن ما زالت اتفاقيه محاوله على الطرف الايمن تغطيه دفاعيه المحاولات ما زالت حتى الان ما هي باين شكل المباراه لكن لورينو الروماني حتى الان عرفنا ما هي شخصيه فريق التعاون في المباراه واللي يطلب من خلال التغييرات اللي حصلت على 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 فريق التعاون يعني تسال عن فهد الطيان الحارس المتالق الحارس اللي قدم نفسه مع المنتخب الرديف طبعا اصيب بشد فهد الطيان قبل المباراه وبالتالي في التدريب الاخير وبالتالي اشرك فيصل الخالد الحارس الثاني احمد المبارك يلم كورته تمريره في وسط الملعب محاوله يعني حتى من الاسماء اللي جاءت مثلا نايف الحارثي مثلا كلاعب يدخل في التشكيله وبالتالي يبقي بعض الاسماء خارج الاسماء ميغيل ميملي اللاعب الالباني يستغني عنه ويكون علي التركي هو اللاعب اللي يشارك في هذه المباراه وفي اخر اللحظات تسال تقول ان المدرب عنده الحلول عنده خيارات لعله وجد ثغره لعله وصلته تشكيله الاتفاق ويمكن يعمل عليها تكتيك مثلا مناسب من خلال هالمباراه. الخيبري مسعود لعب كره طويله لكنها عدت الى خارج الملعب. تبون نذكر بالمباريات اللي في اليوم والمقامه والمنقوله على السعوديه الرياضيه وفلورين هذا اللي قبل ما نروح على المباريات بدأ صورته ومخرجنا يروح على فلورين. هذا المدرب على فكره يوم ما كان يعني يلعب مدرب للجهره الكويتي تخيل هو كان مدرب في يوم من الايام وفي نفس الوقت نزل في واحده من المباريات ولعب بكون انه متعاقد مع الجهره الكويتي كلاعب وكمدرب في نفس الوقت ومن رائد كره القدم ان ينزل هذا صاحب ال 44 سنه كاصغر مدرب في الدوري السعودي ليكون لاعبا مع الجهره الكويتي بعد ان كان مدربا في بعض المباريات. الى ربيع التميس سعود الخيبري ترى المباراه ها ما بدت لا تحسبون الدقائق اللي راحت لحتى الان ما جات يعني حتى من خلال الدقيقه الثامنه اللي داخلين عليها شوط المباراه الاول حتى الان الامور يعني مستقره في الملعب الاتفاق يعني كسر نقاط كان يبقاها على هذا الملعب من امام هجر الفريق الطامح اللي قدم نفسه بشكل جيد المباراه الاخيره يمكن كشفت الاتفاق بشكل ملموس من خلال لقاء الاهلي بالرغم ان الاهلي كان يلعب ناقص في بدايه شوط المباراه الاول لانه ما استطاع انه يوصل على المرمى لكن التعاون يسدد الى خارج الملعب والى مدلت حسين النجعي 27 سنه لحسين النجعي وحسين النجعي قدم نفسه في هدف جميل جدا في هذا الدوري في المباراه اللي تعادل فيها التعاون مع القادسيه 1-1 كان واحد من اجمل الاهداف اللي سددها حسين النجعي من مسافه بعيده استقرت في شباك القادسيه. الى ربيع التماس نذكر بالمباريات اليوم الاتحاد والفيصلي في جده الرائد والقادسيه عندنا في بريده وعندنا الفتح والشباب في الاحساء وهذه المباراه الرابعه في هذه الامسيه اربع مباريات على اربع قنوات السعوديه الرياضيه تحت كل المتابعين والمشاهدين في الحدث لحظه بلحظه. رمي التماس جمعان الجمعان يلعب رمي التماس محاوله اتفاقيه حتى الان الخطوره من الفريق جلال اللي تابع مع حمد الحمد الكره الاخيره كره منقوله محاولة نايف الحارثي على الطرف الايمن مر من الاول مشاركة اولى للحارثي مع انطلاقة في وسط الملعب ردت مرة ثانية محاولة في وسط الملعب انطلاقة بشكل حلو الان التعاون حاول ينقل لكن حتى الان اللمسات الاخيرة الوصول الحقيقي واحنا ياما كنا نتعنى يعني نعاني من قضية التحرك مثلا من غير كرة وعانينا في المنتخب السعودي في الايام الماضية ما اعرف الايام الماضية ايش تكشف مثلا الدوري السعودي يمكن أندية وعندما تغيب هذه الثلاثة الأندية عن مستواها عندما يغيب الهلال عندما يغيب الاتحاد عندما يغيب الشباب فبالطبع يغيب المنتخب السعودي بأكبر محاولة في وسط نايف الحارثي براسة في وسط الملعب منقولة عبد الرزاق لعبها للأمام النجعي حياها للخلف سعود نقلات الحسين عبد الرزاق وعندنا لاعب جهاد الحسين في نجران لاعب ايضا هذا هو اللاعب عبد الرزاق
يقدم الاتفاق. يعني تخيل السنة هذه والسنة القادمة في الآسيوية هو ينافس، وتخيل هذا المدرج راح يكون في الآسيوية. يعني علامة استفهام تسجل للمرة العاشرة على التوالي، ليس للمرة الثانية. كرة مقبولة للخلف، سانتوس كارلوس للخلف، فايز السبيعي حارس اللي بدأ في الساحل وبعد ذلك انتقل الى الخليج لسنوات، راح مع الرائد، راح مع الاتحاد في تجربة ما كان فيها اساسي، عاد على الاتفاق، قدم نفسه هذا الموسم في 761 دقيقة. ويقول انا تمنيت ان اكمل الخلف الجديد غير ما يكون اللاعب النصر انه مسجل هدف في الدقيقة الثانية عن الجديد، وبالتالي كان يتمنى الألف دقيقة أن يكون سجل الرقم القياسي بأنه ما يدخل في مرمى أهداف. لكن فايز السبيعي في المناسبات الكثيرة اللي كان يتألق من خلالها يقدم نفسه بشكل كبير للغاية مع الاتفاق. كرة مقبولة، محاولة اتفاقية. طبعا هنا نتكلم كثير لأن حتى الآن الكرة بعيدة عن خط 18، وقت ما يقرب وياها شوي يقرب معنا الاتفاق ويقرب معنا التعاون. على فكرة مبارياتهم الماضية كانت ممتعة للغاية، ما كانت تخرج بالتعادل السلبي على الأطلاق في مبارياتهم. كرة مقبولة، محاولة، إبراهيم المغنى أخذ كرة وراح إلى حمد الحمد في وسط الملعب، نقلة مرة ثانية إلى حمد الحمد. يعني مشكلة الفريق أحيانا لما يلعب بتشكيلة مختلفة في كل مباراة الانسجام يكون أقل في الهجوم. كرة مقبولة، راح إلى 16، انطلق السالم، صواب، هياها ضوء، كان يعيشها في الأجواء الحلوة اللي كان يعيشها في الديربي الكبير، ديربي القصيم، الديربي الجماهيري، الديربي الإعلامي، ديربي الإعلاميين اللي جلسون في الاستراحات الخاصة والأحاديث الجميلة. كرة مقبولة، برافو، تغطية حلوة، محمد أمان خلص كورته في وسط الملعب للخلف، مجرى شذياب سيطر على كورته في وسط الملعب، عبد الرزاق الحسين اللاعب السوري انطلاقه لكنه خطأ على سيباستيان تيغالي، خطأ. خليل جلال يتكلم معاه، خليل جلال كلمتين شوية ويقول هدي خلاص، وبالتالي عطاته جهاز خليل جلال وبالتالي قال حاضر، وبالتالي هذا الخطأ الأخير لصالح عبد الرزاق الحسين ولصالح. وهذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة كرة حلوة لأن إيقاح لها، لأن ردة الفعل كانت جميلة جدا لصلاح الدين عقال لما انطلق على الطرف الأيمن. عاد شايفين عند الجول لو تسجل للسكري، يا عند المباراة تاخذها بجو ثاني، جو ثاني في ملعب استاد الأمير محمد بن فهد على أجواءها الجميلة، ونحن نعيش بأجواء على فكرة جميلة جدا رياضية. احنا
صقر حسين عاد لما اتذكره في اسيا مسجل الهدفين اللي فازت سوريا علينا بالهدفين مقابل هدف. عبد الرزاق هو كان مسجل الهدفين في مرمى المنتخب السعودي تحديدا في مرمى وليد عبد الله. خطأ لمصلحة فريق التعاون. يعني انت طالع على النقاط واللي يشوف التعاون بشكله وبأسماء ما يقول الآن هو على الترتيب 12، لا أبدا، هو ما هو من الفرق اللي تدافع، ما هي من الفرق اللي تسكر وتلعب على الهجمة المرتدة، لكن في خلل موجود وراح نتكلم عنه في القادم من الدقائق الجاية. خطأ الآن راح نتابع الخطأ، صلاح الدين عقال اللاعب المغربي راح يلعب الخطأ. الخطأ ولاعبين طوال من التعاون، ممكن الكرات الطولية مع سانتوس لاعب البرازيلي امكانياته الدفاعية عالية جدا، تصويبه مباشر على المرمى، لا هو لعبها صح ولا هو سدد على المرمى صح، كرة منقولة ردت للخلف، منقولة من الازروني المدافع اللي هو يعني الامكانيات العالية، يا سلام نقلة بلمحة لكن ما قراها، وبالتالي تغطية من نايف الحارثي إلى حارس المرمى فيصل الخالدي. المباراة لا أبدا، المباراة راح تشتعل، واحنا قلنا بدايتها العشر دقائق نخليها شوية بالنسيان، ما كنا نستمتع، ما كنا نشوف كورة، كنا شوية نتكلم عن أجواء الفريقين، كنا نقول شوية في المعلومات وكنا نتحدث، لكن الحين لا خلاص، من بعد 13 دقيقة ومن بعد ما بعد السالم سجل الهدف الأول التركي علي مر، محاولة في وسط الملعب، النجعي يحاول يمر ياخذ خطأ وفاول لمصلحة الفريق التعاون من عام 95 يذكرون في اول صعودة واول ظهورة على الساحة في دوري الاضواء في 95 كان حضوره مميز، وكما ان حضور خليل جلال المونديالي مميز في الكرة الماضية، وبالتالي خليل جلال حط يده على جيبه، وبالتالي ايوه شايفين حسين النجعي يقول لها في واحدة قبلها ما حسبت عليها، وبالتالي انا انقل الحديث اللي قاعد يدور في ارضية الملعب، وبالتالي هو كان يطالب الخطأ الاولاني، خليل جلال اخذ من يده وبالتالي اعطاه البطاقة الصفراء. هذا المدرب اللي في 2001 فلورين راح خاض تجربة احترافية وين؟ في الشباب حوالي اسبوعين، في الرياض خاض تجربة اسبوعين وما نجح، وفي الوحدة لمدة شهر خاض تجربة احترافية وما نجح، وبالتالي غادر وعاد الى عالم الى عالم التدريب. كرة منقولة ملعوبة في وسط الملعب، محاولة نقلة للخلف، سيبستيان تيغالي لازاروني على فكرة صمام صمام، مقبولة على الطرف الايسر، انطلاقة لازاروني يحاول يمر، امكانيات عالية لبرونا لازاروني، امكانيات عالية، وبالتالي هو الساتر اللي بالخلف اللي قاعد يعمل التغطية الجيدة للاتفاق، تهيأ صوب إلى خارج الملعب، حلوة اتفاقية، اتصوبت بشكل حلو من أحمد المبارك، اليوم هو يعني حمد الكابتن حمد الطبيخي يعني يتكلم عن سلمان الحريري، اللاعب اللي كان بديل في المباريات الماضية، والآن هو يتساءل عن وجود أحمد المبارك، هل أن سلمان الحريري أحيانا يعني ينفع أن يكون بديل، لا ينفع أن يكون لاعب أساسي، لا أحيانا المدرب مثلا في تكتيك معين يحتاج اللاعب في الفريق المنافس، يحتاج اللاعب الآخر لمشاهدة الفريق المنافس الآخر. برونو لازاروني يلعب كرة في وسط الملعب، منقولة للأمام، سياف واحد من أكبر اللاعبين سنا على مستوى فريق الاتفاق، ولاعب خبرة وإمكانيات كبيرة وصمام أمان، وبالتالي الاتفاق حتى الآن ما تسجل فيه إلا هدف واحد، وهو مسجل هدف الآن في المباراة، السالم على نفس الطريقة صوب يا الخلل ترى على الطرف الايمن للمرة الثانية للتعاون، وبالتالي مرت الكرة خطيرة من امام المرمى، يقول لك الله سلم بالنسبة للتعاون، مرت الكرة، انتوا عارفين لو جاي هذا لفت شوية وراحت وبعدت عن الشبك، وبالتالي لو تسجل هدف ثاني راح يسبب ضغط كبير جدا على التعاون. انا برد على النقطة اللي كنت اتكلم عليها، التعاون الموسم الماضي في مبارياته الاخيرة في الموسم الاخير مسجل 7 مباريات انتصار متتالية، التعاون من كان عنده لاعب محور موجود تتذكرون شادي ابو هشهش اللاعب الاردني، وكان عامل ساتر كبير جدا، وما اعرف ليه التعاون في اي ظرف من الظروف تخلى عن شادي ابو هشهش، اللاعب الان يقدم نفسه مع النموذج مع نادي الفتح بشكل كبير، شادي ابو هشهش كان عامل ساتر كبير جدا للتعاون، وبالتالي حتى لما جاب لاعبين ما في اللاعب المحور الدفاعي لعبد الرزاق الحسين و
صفك شادي ابو هشهش اللاعب اللي كان يعني موجود في الموسم الماضي مع هذا المدرب اللي جمع الفتره الشتويه الماضيه. يعني ذكر شادي ابو هشهش في مباراه واحده غاب عن الفتح امام القادسيه، الفتح اخذ 5 اهداف في شوط واحد، 5 اهداف في شوط واحد اخذها مع غياب شادي ابو هشهش في شوط المباراه الاول بس. كره منقوش محاوله للامان لكن عدت، برافو تغطيه امان وما جرش حتى الان، لكن الاطراف بالنسبه للتعاون يوجد خلل لعله موجود، وبالتالي اعتقد ان الكابتن حمود السلوى والكابتن حمد الدبيخي مع الزميل خالد سعيد اكيد الرؤيه الفنيه الواضحه راح تكون على طاوله الزميل خالد سعيد ما بين شوطي المباراه. لكن حتى الان الاتفاق اللي يبغاه من المباراه واللي هو عاوزه من المباراه شايفين في احتكاك يمكن تكون بعيدة عن أنظار حكم المباراة خليل جلال، يبدأ عن دور الحكم المساعد في مثل الحالات عبد الرحيم الشمري حكم الدرجة الأولى، وبالتالي ذياب سليم وبالتالي عاد إلى أرضية الملعب. عادت لمصلحة فريق التعاون في العام 95، يا من تعشق التاريخ مثلا، وبالتالي عندنا عاد خلينا نشوف النتائج عاد في الملاعب الثانية، احنا ما احنا قاعدين نتابع، قاعد نتابع مباراتنا اليوم في الدمام، لكن عندنا الاتحاد اللي يتقدم على الفيصلي و0-0 الفتح والشباب، الرائد 1-0 على القادسية، الرائد 1-0 على القادسية، هذه النتائج حتى الآن، واحنا 1-0، أكيد الجماعة أخذوا لهم رسالة وودوها على أن الاتفاق متقدم يا أحمد الحربي على فريق التعاون بهدف مقابل لا شيء من الدقيقة 13 شوط المباراة الأول. كارلوس يلعب كرة طويلة إلى السالم، شايفين السالم يروح على الطرف يستغل تواجده، يعني كرتين اتفاقية كانت خطيرة، واحدة من هذا اللاعب وسجل منها جول، والثانية لعبها أيضا السالم وراحت لتيجالي لكنها عدت إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى. اللعبة للخلف، سانتوس سياف ياخذ كرته، سياف يحاول يهدي اللعب، يلعب كرته على الطرف، يحاول معاه حمد الحمد، اذا الصقري يسجل اول اهداف في المباراه للاتحاد. عاد شوف الان الاتحاد ما عنده الا مباريات قليله لاعبها في الدوري، وبالتالي 5 مباريات يلعب مباراته السادسه، وبالتالي اعتقد ان الدوري من يقول الان ان في فرق متصدره نقول حتى اشعار اخر، مع احترامنا لكل الفرق المتقدمه سواء الاتفاق اللي يقدم نفسه بشكل كبير حتى الان، الليث الشباب اللي يقدم نفسه، الهلال اللي باقي له مباراه هو عنده 18 نقطه في الحسبان، نحطها اذا فاز راح يتصدر الدوري وبفارق نقطه، حتى نقول ان الفرق الجايه مثلا اللي جايه من المنتصف من المنطقه الدافئه واللي تبي تهرب مثلا من المؤخره مثل الانصار مثل الرائد مثل الفرق مثلا هذه اللي تبي تبعد عن شبح مثلا الهبوط بوقت مبكر جدا، خاصه لما تكون تلعب على ملعبك، خذ النقاط قدر ما تقدر على ملعبك وخاصه من المنافسين. كره منقوله ملعوبه، المباراه على فكره لا زالت فيها كلام ثاني، لكن اعود الى عام 95 كل ما جات سالفه قطعتني، 95 اول لقاء يجمعهم مع اول صعود على التعاون، وبالتالي فاز يومها في بريده التعاون بهدف احمد السكاكر وهو مدير الفريق حاليا من سجل في تلك المباراه 1-0، يومها بعد ذلك في ال 95 96 الاتفاق يتقدم باثنين لهدف في الدمام، على فكره التعاون ما فاز في الدمام ولا مباراه في الدوري ولا مباراه في الدوري على الاتفاق، الموسم اللي قبل هذا 2-1 في العام 98 97 و1-0، الموسم الماضي 2010 مباريتين فاز فيهم الاتفاق 1-0 يحيى الشهري في الدمام و1-0 احمد المبارك في بريده، كل المباريات هذه تروح على 1-0، واحنا نتيجتنا الان نذكر ان الاتفاق يتقدم بنفس النتيجه من الموسم الماضي للمره الثالثه على التوالي 1-0، لكن اليوم اللي يجي الهداف السالم هو من يسجل اول الاهداف. السالم شايفين راح مطرف هناك ماخذ مساحه، مستغل ان نايف الحارثي على فكره اول مباراه رسميه يلعبها مع التعاون، الظهير الايمن نايف الحارثي اول مباراه يلعبها رسميه، نعم لعب في الدوره الوديه اللي كانت في الرياض المجمعه، لكن هذه اول مباراه رسميه على مستوى الدوري. ابراهيم المغنم ياخذ كرته في وسط الملعب يهدي الاتفاق، الاتفاق يعني يبي يمشي المباراه حسب ما يبغى يمشيه هو، اللي يبغى يمشي على سرعته يسرع المباراه، وبالتالي حب يبطئ المباراه لان خبرته الميدانيه اكبر على الملعب من التعاون على مستوى السنوات، لكن فلورين هذا الرجل الروماني اللي جاء في فتره من الفترات ما كان مدرب على فكره،
نوريه متروك كان مساعد مدرب المولتسكو مواطنة اللي كان يدرب التعاون، وبالتالي عاد هذا الموسم ويكمل النتائج. الموسم الماضي كان جيد التعاون وأبقت عليه الإدارة لهذا الموسم. مدرب درب فريق مدياس شباب الإمارات الكهف الكويتي، وبالتالي لا يعني احنا السجل جيد من التدريب على مستوى الخليج ويعرف الامور، لكن هذا الرجل اللي وصل بايران في عام 2006 الى كاس العالم، وما زال الايرانيون يتذكرون هذا المدرب برانكو ايفانكوفيتش الذي لا زالوا يصرون على انه مثلا يعود، لكنه موقع مع الاتفاق ومستقر مع الاتفاق. فايز السبيعي حارس المرمى صاحب الارقام القياسيه، صاحب هدف وحيد في مرماه ومن كره ثابته فقط، فايز السبيعي اللي قال يقول تمنيت ان اكون وتوقعت ان اكون مع المنتخب الاول وفوجئت ان انا اتواجد مع المنتخب الرديف. يعني اعتقد ان تواجد اللاعب مع اي منتخب مكسب لحارس المرمى انه يتدرج، وجميل جدا فايز السبيعي يقدم نفسه بشكل كبير جدا، ولكن طبعا حسابات المدربين تختلف عن حساباتنا، حساباتنا مثلا مختلف لكن حسابات المدربين انتم شايفين مخرج المباراة يقول لك روح شوف الان النظرة على فلورين متروك اللي طبعا قلق على المباراة ووضح على غناها على انه مازال قلق على مستقبل الفريق وليس فقط على المباراة. على الطرف الاخر لاحظ ان الرجل الكرواتي الرجل صاحب 56 سنة الرجل الذي يعمل عمل كبير جدا احترافي مع الاتفاق كرة مقبولة، عارفين مارين الروماني اللي درب الاتفاق وعارفين البرتغالي هندوني وعارفين هذه الاسماء او انتونيو البرتغالي ايضا اللي راح للاتحاد بفتره، في هذه الاسماء المدارس لا تخرج عنها الاتفاق كره منقوله. الحسين عبد الرزاق لعبها للامام راح بدر الخبيس كره منقوله رايه وتسن. البعض يقول وين الالباني ميغيل ميمالي لاعب الالباني اللي قدم نفسه ب 13 هدف الموسم الماضي مع فريق الفيصلي، نعم لم يقدم نفسه على مستوى الاهداف هو سجل هدف وحيد وصام على الاهداف اللاعب الالباني. يقول لك احيانا يعطيني صانع لعب مثلا خلف يحيي الكرات يلعب الكرات، ومع ذلك على فكره التعاون سجل حتى الان 11 هدف، يعني على المستوى الهجومي هو جيد، على المستوى التهديفي فهو جيد، لكن في المقابل يتلقى اهداف كبيره جدا على 17 هدف يتقاسم مع القادسيه اللي لولا طبعا دخول 8 اهداف على الاتحاد لما وصلت هذه النسبه الى 17 هدف للقادسيه. للخلف فيصل الخالدي، يمكن السنوات ال 16 الماضيه الكل كان يراهن على ثلاث فرق الهلال الشباب والاتحاد، لكن اعتقد ان هذا الموسم وبعد 16 سنه بعض المحللين وبعض النقاد وبعض المتابعين لدوري زين السعودي يقولوا لا يمكن السنه هذه لا في خطأ وخطأ في مكان حلو، في مكان حلو للتعاون بدر الخميس بامكانياته، ويقول يعني لازم واحد يصوب عن عندك واحد عبد الرزاق الحسين امكانياته التصويبيه ممتازه وامكانياته على التسديد رائعه جدا، شوف بدر الخميس هو وحيد في المقدمه لكن امكانياته العاليه، لكن شوف يعني بدر الخميس لم كان في الاتفاق ما يلاقي مكان، يعني لا ما يكون ما له مساحه، وين البرزاق موجود وصالح بشير ايامها كان موجود، فكان الحريري كان ممكن يشارك ولا بدر الخميس عنده امكانيات على المشاركه، لكن شوف فايز السبيعي من كره تقريبا من نفس المسافه تسجل فيه من نادي النصر الهدف الوحيد في مرماه وبالتالي خطا. عبد الرزاق يده اللي راح يصوب صوبها ضعيفه وصلت الى يد فايز السبيعي، فايز السبيعي حلو. نصف ساعة مشاهدينا الكرام وداخلين على دقيقة 31 المباراة، يعني نقول عليها متوسطة المستوى حتى الان بعد الدقيقة 13، وبالتالي حتى الان نقول ان المباراة يعني تحتاج الى دفع اكبر خاصة من الفريق الاصفر الفريق الزائر فريق التعاون. كرة منقولة ممتازة لبريدي، بريدي طرح كرة منقولة للامام محاولة لكن عدت تصابت، شايفين الله يمسي بالخير في الاستوديو التحليلي الزميل الكابتن القدير حمد الشيخ كان يقول يعني بريدي لما يطلع برافو لما يطلع بريدي وسجل هدف في النصر لما طلع بريدي.
مستوى الكرة الحديثة يعني تلعب أدوار كبيرة جدا. وشايفين احنا عانينا مثلا في الأيام الماضية من كلها خليها ركلة زاوية ركلة زاوية كرة منقولة للأمام محاولة في وسط الملعب كاروس سيئة لتقدم رجل برتاني اتفاقية محاولة لا زالت الكرة ما فيها شيء داخل منطقة الجزاء بيلعبها بالراس إلى خارج الملعب كارلوس سانتوس البرازيلي المدافع اللي كسبه الاتفاق بأمانة وعنده مدافع ثاني لي هونغ يو المدافع الكوري طبعا ومن راح من يحله يعني يكون محل مثلا يلعب البرازيلي مع الكوري ويكون سياف خارج حسابات المدرب برانكو إيفانكوفيتش يعني الأيام الجاية لكن عنده استقرار حتى الآن يعني بعض المدربين يقول لك إذا كان الفريق سليم إذا كان الفريق يقدم فما يحتاج إلى التغيير أخطاء كثرت وخطأ كرة منقولة للأمام محاولة وحيد خبيز لعب كرة عالية سهلة ما في مساندة مع الخبيز وبالتالي هو الآن اللي طالع معنا من صلاح الدين عقال اللي لعب الكرة الماضية الكرة الثانية اللي يطلع فيها صلاح الدين عقال واحدة كانت على الطرف الأيمن وهذا الثانية وبالتالي لما أقول أن الخميس يحتاج إلى مساعدة في الأمام حتى يشكل ثنائي مثل ما يعمل السالم وسبستيان تيغالي وعندما يروح معه محمد الحمد من الطرف الثاني فايز السبيعي يلعب كورتا للأمام أمان يخلصه في وسط الملعب صلاح الدين عقال في وسط الملعب كرة منقولة الحربي نقل الكرة للأمام في محاولة برافو تابعها فايز والخميس قناص إمكانياته عالية ومجهوده كبير الحربي يلعب في وسط الملعب صاحب 30 سنة أحمد الحربي اللي بدأ مشواره مع الهلال كرة منقولة محاولة حمد الحمد الصياد الصغير انطلق لكن تغطية خيار خلص كورته سمعين المدرج بدأ يتحرك لأن المدرج شوية نام ولكن المدرج يطلع مع كرات اتفاقية مع كرات طبعا صاحب الأرض صاحب الجماهير اللي قلنا طبعا ما تسجل أطلاقا يعني أنت تسأل عن مثلا المتصدر تسأل عن واحد مستقر تسأل عن أسباب كبيرة جدا وعدت لكن ما يقدم الاتفاق للأمان وللأمانة يعني شوف لقطة الخميس شوف المتابعة الجديدة من الخميس إمكانيات عالية تتمنى أن تشاهد هذا اللاعب مثلا مع الأخضر السعودي في الأيام القادمة وتتمنى أسماء كبيرة جدا دماء تعيد لنا الابتسام الدماء التي تعيد لنا الابتسام الاتفاق وقت التحدث بدون رعاية يعني عند شركة راعية مثلا وشايفين هذه الجماهير هي الراعية الوحيدة وإن كانت ليست على المستوى ها لكن خليل الزياني نائب الرئيس يقول أنا أقدم الشكر الجزيل لكل من حضر وأعاتب من لم يحضر على المدرجات لا يوجد شركة راعية مثلا للاتفاق في مواسم مثلا وهو فريق متصدر ثالث دورينا في الموسم الماضي المشاركة الثالث آسيويا على الخارطة الآسيوية من الفرق السعودية ومع ذلك يقدم كل إمكانياته ومجهوده حتى هذا الموسم اللي بدون خسارة يعيدنا إلى الأذهان إلى الثمانينات الذي حصل على الدوري بدون خسارة والتعاون يبقى الكرة ممتازة تغطية آية وخطأ ركلة جزاء للتعاون ركلة جزاء للتعاون ركلة جزاء للسكري ركلة جزاء هذه نقطة التحول في المباراة وخذوها من عندي هذه نقطة الجزاء ونقطة التحول علي التركي بمهارته وأمام كارلوس وأمام مرأة الحكم المساعد خليل جلال أبدا ما احتسب وبالتالي يعني يبدو أن الكرة يبدو ها عشان ما ندخل على برنامج صافرة علشان ما ندخل على المحللين على الإخوان يبدو ها من أول وهلة أقولها أنها تكون مثلا خارج الخط وإن كانت على الخط تعتبر جزء من ركلة الجزاء وبالتالي ركلة جزاء محتسبة للتعاون داخلين على الدقيقة 36 والسكري يبي يرجع مرة ثانية إلى إصراره يبي يرجع مرة ثانية مثلا إلى أمجاده يبي يرجع مرة ثانية مع بدر الخميس اللاعب المتألق اللاعب الذي كسب إعجاب الكثيرين هالمرة يا فايز السبيعي من نقطة الجزاء بدر الخميس جول
سنوات وهو يلعب صاحب 28 سنة الذي بدأ من الساحل ويعود إلى الساحل وكأنه يعرف أن يسبح تماما من الساحل إلى الساحل ليعرف نعم كيف يصطاد بعض الكرات وفي أوقات حرجة مكسب كبير جدا. سألوه عن زميله محمد خوجة يعني أنت في مستواك يعني خليت محمد خوجة خارج الخارج قال له والله أنا أتعلم محمد خوجة أنا أتعلم وأستفيد من خبرة الكبيرة محمد خوجة حارس الساحل كرة مقبولة عند رزاق الحسين في وسط الملعب راحت هناك على الطرف الأيمن نايف يلقي كرة إلى صلاح كرة منقولة للأمام وخليل الجلال يقول تعال في بطاقة صفر على الاتفاق برونو لازاروني المخرج راح على برونو لازاروني أنا ما أدري بعيدة عن اللقطة وبالتالي خليل جلال الحكم الدولي يحتسب بطاقة صفرة على فكرة خذوها من عندي شوط المباراة الثاني وهذه أقول على طاولة الزميل خالد السعيد لكن خذوها من عندي مباراة الشوط الثاني ومباراة مختلفة تماما في السيناريو كرة مقبولة جول 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 الله يسجل أبناء القصيم بالتصميم بالتصميم أبناء القصيم السكري يسجل أول أهدافه هدف أول للسكري هدف أول للسكري بطعم السكري أبناء القصيم كلهم تصميم عازمون من جديد على المضي نعم للأهداف سجل هدف علي التركي اللي في آخر لحظات المباراة وقبل بدايتها يشرك المدرب بالفعل فلورين شوف مر وانطلق علي التركي يا ولد شوف التمريرة من وين من المدافع محمد أمان لعب له إياها مباشرة وراحت على الجول هدف أول بالتصميم هذا الجول بالتصميم للسكري 1-1 عاد علي التركي حتى المدرج خلاه خلاص وبالتالي تعود هذا المهندس محمد السراح رئيس نادي التعاون على نظرته على هذا الجول كرة منقولة ملعبون في وسط الملعب لا بدأت المباراة مباراة اعتقد انها راح تكون فيها الاثارة فيها كل شيء محتمل حتى البطاقات الملونة وخذوها من عندي كرة منقولة محاولة من الحربي يلقى الكرة هناك على الطرف الايمن انطلق التركي اللاعب القصير المكير اللي بالفعل يثبت نفسه يوم بعد يوم في خارطة فلورين متروك انه غير متروك على الاطلاق كرة منقولة محاولة وانطلاق اتفاقية الاتفاق نعم فهجماتها القليلة في وصولها للمرمى والمباراة ما فيها تلك الهجمات اللي يعني وصول على مرمى فايز وعلى مرمى فيصل يعني من زمان يمكن فيصل احنا ما ذكرنا اسمه حارس مرمى التعاون كرة منقولة محاولة في وسط الملعب برونو لازاروني ياخذ كرة خاطئة في وسط الملعب الحرب انطلق اخذ كرة مع التركي بدأ شايفين التحرك في المساحات القليلة جدا عبد الرزاق الحسين مثلثات يبدأ الان يعزف سمفونية رائعة جدا الاصفر في ملعب الدمام ياخذ كرته سجل هدف واضع ركلة جزاء في شوط المباراة الاول اعتقد نقاط ثمينة جدا في هذه المباراة كرة منقولة محاولة في وسط الملعب نقلة خذوهات تغطية دفاعية ولكن عدت علي التركي تسبب في ركلة الجزاء وسجل الهدف التعادل لأبناء القصيم للسكري عاد اللاعب الخبير الأحمر يعني من اللاعبين الكبار جدا شايفين في صيحات في لاعب على أرضية الملعب يعني اليوم وانا اقرا في الصحافه الفريق التعاون كله عزيمه على انه يسقط الاتفاق في ملعب الاتفاق يقول لا تنازل ابدا لا تهاون مع التعاون وكانه شعار جاء في هذه المباراه وبالتالي احنا على فرجه ومتعه في هذا اللقاء من يقدم نفسه بصوره افضل من يقدم نفسه بصوره احلى اعتقد نحن المستفيدين احنا والمشاهدين والمستمع والمتتبعين لنا في الرياضيه السعوديه شوف في لاعب هذا مخرج المباراة يقول لك اللاعب يعني سقط ما في احتكاك لان في مسافة بعيدة جدا يعني بينه وبين اقرب لاعب لكن قد يكون حدث شيء مثلا من خارج ارضية الملعب والبدلاء العروان واليوسف وكل البدلاء الموجودين في قائمة فلورين متروك منقولة اتفاقية بلا الاتفاق على الكرات الطويلة مرة ثالثة السالم تهيأ وكرة منقولة داخل منطقة الجزاء لما توصل على السالم الكرات العالية تكون فيها خطورة أبو
النصراني ينتظر حمل على الطرف الايسر، محاولة انطلاق ومحاولة، مر من الاول، انطلق حاول يمر لكن تراجع في كورته الى خارج الملعب الى ركلة زاوية او في خطأ، خطأ جمعان اللي تقدم المرة، جمعان يعني جمعان كلاعب يعني محور يعني ارتكاز دفاعي اليوم ياخذ يعني تجربته، يعني ما كان يعني احمد عكاش انتم عارفين مع المنتخب الاولمبي، انتم عارفين مثلا احمد سعد مثلا لعب في مباريات ماضيه، ومبارك وجهي ايضا اللاعب الشاب اخذ تجربته في المباريات الماضيه ويبدا الحكم لحل مدرب الاتفاق على من يترك وياخذ من الاسماء. ركله زاويه مانكومان سمعين المدرب يقول مانكومان رجل لرجل كره منقوله ملعوبه بالراس هدفين للاتفاق، واحد للتعاون، 2-1 كرة منقولة. عاد الحين خذ واحد يسأل والثاني يجاوب وبالتالي احنا مستمتعين، يعني الاول الاتفاق سأل وبالتالي التعاون سجل من التركي ويعود مرة ثانية والمدافع سياف يسجل الهدف الثاني، سياف براسه واحد من الحلول، منقولة ملعوبة اتخلصت وبالتالي حكم المباراة احتسب دقيقة واحدة، الكرة ما راحت برا، ما في اصابات، ما في ايقافات كثيرة، وبالتالي خليل جلال احتسب على شوط المباراة الاول هو دقيقة واحدة بس. يا جماعة المباريات الثانية شغالة بتلتها ولا لا؟ نتائجها مثلا 3-2 الاثارة موجودة كما مثل هنا عندنا موجودة في هذه المباراة، نتمنى وبالتالي المستفيد هو المتتبع مثلا لدورينا. كرة منقولة والاتحاد الزملاء في العربة يقول الاثنين، كرة منقولة، محاولة في وسط الملعب، احمد الحربي يدخل كرة لكنها سهلة وتخلصت من كارلوس سانتوس. دقيقة واحدة ومستمتعين جدا يا فلورين، وبالتالي البدلاء يمكن يكون، انا اقول يمكن يكون ان البدلاء عندهم مثلا تغيير على مستوى المباراة، تغيير مثلا على مستوى تكتيك المدرب او على تكنيك اللاعبين داخل ارضية الملعب. شايفين النتائج نذكر فيها للزملاء، 0-0 الشباب والفتح والشباب، وواحد الرائد والاشياء القادسية، وعندنا في هذه المباراة المنقولة على السعودية الرياضية الاولى وعلى صفرة خليل جلال الحكم الدولي اللي يطلق صافرته. نهاية شوط المباراة الاول، 2 الاتفاق، 1 التعاون، للمتعة والاثارة مشاهدينا الكرام بقي في شوط المباراة الثاني الاحاديث التي نستمتع فيها بعد ذلك مشاهدينا الكرام. زميلي خالد السعيد من هنا من كابينة التعليق، جعفر صبيح اليك الكلمة زميلي خالد اليك. هذه المباراة برعاية الربيع، الربيع صحة للجميع. هذه المباراة برعاية بيكولا بيكول. هذا البرنامج برعاية شيفرولي. شوفوا السمع الجميل الكامل كل فقرة فيها.
تبيع الشعار الجديد للهاتف مريضة؟ يلا على الطعم اللي تحبوه زي ما تختاره. الربيع صحة للجميع. مرحبا أنا بندر وحاب أوريكم اللابتوب اللي تجهز بكل سهولة. هذا اللابتوب الدافي اللي قدموا لي إياه. وفروا لي إنترنت للمكتب خارج المكتب. مو بس كده وكمان يعطوا لك موبايلات ذكية لكل موظف. وهذه غرفة السيرفرات ريحوني منها. شوفوا كيف صارت. وقدموا لي أحدث تقنيات الاتصال بالإضافة إلى فريق دعم فني على مدار الساعة. كل هذا بدون أي رسوم تأسيس. يعني باختصار موبايلي جاهز لمكتبي، مكتبي من موبايلي، مكتبك جاهز للعمل. من جديد مشاهدي الكرام، شكرا لمعلق المباراة زميل جعفر الصليح. إذا شوط المباراة الأول بين الاتفاق والتعاون انتهى اتفاقيا بهدفين مقابل هدف واحد. سجل الاتفاق يوسف السالم في الدقيقة 12 وسياف البيشي في الدقيقة 43، فيما سجل لفريق التعاون علي التركي في الدقيقة 38، وكانت هناك ركلة جزاء أضاعها اللاعب بدر الخميس وتألق الحارس فايز السبيعي في صد هذه الركلة. هناك أيضا لقاءات أخرى انتهى شوطها الأول. الاتحاد والفيصلي، الفريق الاتحاد المتقدم بهدفين دون مقابل، والرائد والقادسية، الرائد المتقدم بهدف دون مقابل. ولقاء الفتح والشباب انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف. مرة أخرى نرحب بمحلل السعودية الرياضية معنا هنا في الاستديو، نرحب بالكابتن حمد الدبيشي ونرحب أيضا بالكابتن محمود السلوى. كابتن حمد، كيف تقرأ الأداء فنيا في شوط المباراة الأول؟ بالجانب الاتفاقي أنا كده هذه المباراة طبعا متوسطة المستوى. نعم. في الجانب الاتفاقي في أربع عوامل جيدة نحط عليها صح، في ثلاث عوامل غير جيدة. طبعا بذكرها في الشوط الأول أو في الجولات الشوط الأول. الشكل الدفاعي للفريق الاتفاقي كفريق جيد حتى لو سجل في هذا، نتكلم خلال الجولات والشوط الأول. نعم. الوقت تسجيل هدف مبكر اليوم في الدقيقة 12 و20 هذا جيد. نعم. التحركات المهاجمين لأخذ الفراغ جيدة، وشفناها عن طريق هدف الأول سجله يوسف السالم. نعم. والكرة اللي لعلي صلاحها وسددها في الدقيقة 20 برضه يوسف السالم خذ الفراغ وصلحها لتجاري. نعم. الأمر الثاني فعالية الجهة اليسرى كفاعلية، وأنا استغربها على استفهام، لأن المقارنة الجهة اليمنى المفروض تكون أفضل اعتبارنا فيها الطريدي، واللي خرج في كرة واحدة بس وكأنه بخيل علينا في الخروج. نعم. وأنا أكد على أن لاعب محترف يجب أن نقيمه على أداء وعطاء في نتيجة المباراة وليس نتيجة المباراة بنفسها. نعم. وبالتالي أنا أحط علامة استفهام على الطريدي في خروجه، يجب أن يكون خروجي أكثر من وهو عنده إمكانات. إمكانات لكن ليش؟ وما قلت لك عن جمعة. الأمور اللي مزينة في الاتفاق فعالية ناحية الجهة اليمنى سواء من اللاعبين الوسط أو الطريدي. نعم. فعالية لاعبين الوسط، وأنا قلت لك ممكن برشيد يشتاع الاتفاق ما يصنعون اللعب. نعم. من الوسط لاحظنا لو نشوف الهدف الأدوار وبرجع أخذ الهدف أنا في هذا هذا الهدف لو وقفنا عند الهدف شوي يضبطني الصورة يضبط الفريق ما تتوقع. نعم. لاحظ الهدف الآن الكرة جات من تحركات يوسف السالم. نعم. في أخذ الفراغ. لكن السؤال لو كانت الصورة تبان من أول. نعم. الحاجة الجيدة أن تمريرة من ظهير لفراغ يوسف السالم، لكن الشين أن الإسناد من لاعبين الوسط كانوا حوالي 35 ياردة وهذا حاجة سيئة. نعم. لما تكون كرة معها المفروض يكون الإسناد على الأخذ. نعم. هذه لحظة بعيدة. لحظة لحظة الكرة جات من جمعان بتمريرة للفراغ يوسف السالم. نعم. حاجة جيدة. وقفنا الصورة الآن طلع الإسناد بس المهاجم تجاه لا لاعبين الوسط اللي هو المبارك والحمد وينهم؟
أنا ما تكلمت على المحاور كان على حمد المبارك ما كان في مساندة مدام الوسط اللاعب الوسط ترك الفراغ للمهاجم المفروض يلف ويأخذ محله لكن هو الوسط رجع لهناك كان مباريه وهذه خطأ على فكرة احنا نقول هذا الكلام لأننا نتمنى أن نشوف الاتفاق بالشكل الدفاعي أفضل ويشتغل عليه المدرب لأنه هذا واضح شفناه. الحاجة الثانية في الاتفاق أيضا سريع من الجولة الأولى إلى الشوط الأول المباراه تحضير بطيء وهذا يعطي أن الفريق الثاني يرجع يسكر ويدافع كويس ويشيل المتعة من عندك. المفروض يكون التحضير سريع كورة كورتين ثلاث ممكن خمس وهذا الملاحظات اللي عندي في الشطر الأول نعم من جانبك عبد الله رد من حفلتها حمد فعلا يعني غالبا حمد يقول والله الفريق ألف أكثر استحواذ لأن الفريق في قضية الاستحواذ مو استحواذ سلبي يفترض يكون استحواذ إيجابي نعم أنا ممكن استحوذ يقول أنا وأنت اثنين ثلاثة داخل في نصف ملعبنا نعم في الثلث الأوسط لكن الاستحواذ الإيجابي إنه أنا وحدي الفريق يعني أقصى حد خمس تمريرات عبد الأمان هنا في نقطة من كثرة التمرير الجانبي بالنسبة للاتفاق حتى يسهل لهم فريق التعاون إن من يضمنش ضيوفهم نعم. فيفترض إن يعني أنا باختصار شديد أقول إنه بطء الإعداد للهجمة بالنسبة للاتفاق هو كان السن البارز. نقطة اثنين بالنسبة زي ما قال حمد يعني جاء تسجيل الهدف في وقت مبكر بالنسبة للاتفاق نعم. شيء إيجابي يعني ربما حد منكم بالنسبة لنادي التعاون المشكلة خالد إنه دفاع يعني عدد أكثر من المدافعين سواء وسط أو مدافعين أساسيين الناحية اللي ما استفاد منها نادي التعاون على أقل تقدير افترض بالأسلوب والطريقة هذه طلع شوط المباراة الأول بالتعادل الهدف اللي تسجل اللي سجل يعني يتحمل مسؤوليته فيصل خالدي اللي سبق دخل فيه أنا أتصور وإن كان يعني في جهد مبذول من اللاعبين لكن حارس بمستوى فيصل خالدي يعني أتصور هدف يعني يفترض هذه مسؤوليته نقطة أخيرة أنا عجبني اليوم الدور الكبير اللي يؤديه بكل صراحة مع نادي التعاون عبد الرزاق الحسين قد يكون أي واحد من المشاهدين والمتابعين لا يلاحظون الجهد المبذول لكن كان عبد الرزاق الحسين يعني قدم نفسه بشكل جيد وكذلك أيضا على تركي نعم بالنسبه للاتفاق انا اشوف المجموعه ككل في الربع الساعه الاخير قدروا انهم يسجلوا المباراه نعم حتى يحافظ فريق الاتفاق كابتن حمد على هذه النتيجه الايجابيه الشوط الاول ماذا يحتاج المدرب؟ يعني انا المحاضره ما عندك اشكاليه الان لان فريق التعاون هي كرات طويله بالهجم وحيد نعم الاشكاليه الان الاتفاق كيف يكون اداء افضل من خلال وسط الملعب السيطره عليه والضغط على الخصم والتمرير وجعل الكره دائما واحده على فريق التعاون عشان على اعتبار انك انت لازم خير وسيله للدفاع الهجوم لكن انا ما زلت اقول وعامل ثاني هم احراج ابداع سيئات الان من الجوله الاولى الى التاس الى الشوط الاول نعم. تسجيل هدف ايضا يضع علامه استفهام على اللاعب الكوري اللي جاي بالاتفاق نعم. وبالتالي ايضا لن يستفيد الاتفاق من هذا اللاعب وانا يعني الجوله الاولى ذكرت ان الاتفاق بحاجه للوسط في ظل ايقاب يحيى نعم اليوم شفنا قاب عدم فاعلية لاعبين الوسط في النادي الهجوم يعني كل الشباب اللي هم الحمد والمبارك او من يلعب مثلهم يجب ان يكون عندك 70% هجومي و30% يكون شكلك دفاعي لان انت محسوب على لاعبين الوسط نعم. يعني اليوم انا مسؤولي الاحتراف في الانديه او المحللين حنا نقيم ونقول هذا اللاعب كم ياخذ في السنه؟ كم صنع كوره اليوم او كم سجل؟ نعم. بالتالي يعني اليوم هم عشان احنا نقول ينفع الدوري ما نقول لو الفريق فاز خلاص عندنا بخير نعم. اليوم تراجع انا اقول يجب ان توصل اليوم بالشوط الاول اكثر من جمعان لكن اللي لاحظته ان جمعان وصل اكثر منك وانا اقول جمعان يعطيك العافيه لانك انت ما تلعب هذا المكان لكن اقول تراجع انت تلعب وانت لعبت في انديه كبيره كنت في الاتحاد والان في الاتفاق كنت في القادسيه وعندك امكانيه طيب ليش تكون بخيل في الاداء الشق الهجومي؟ اقول للحمد والمبارك يجب ان يكون اداءكم افضل بكثير لان انتم الان منافسين نعم. المنافسين يكون عنده متعة في اللعب بشكل هجومي أكثر بكثير نعم جميل في الجانب الآخر كابتن أبو رشيد في فريق التعاون بالنسبة للتعاون نعم هل يحتاج أنه يتخلى عن يعني عن الحذر اللي كان أيوة بالضبط هو كان محتاج في شوط مباراة الأول بيلعب بمهاجم واحد على أقل تقدير يعني مدرب نادي التعاون بيطلع بالمباراة في شوط الأول بالتعادل والدليل أنه استغنى عن مهاجم الآن المبدأ الثابت في كرة القدم بالنسبة للمدربين أنه أنت في
حتى المباراة الثانية أنت كنت محتاج إذا كنت متقدم أو متأخر. نعم. لكن أنا أتصور أي إجراءات ممكن تصير من قبل فريق متقدم وفريق فريق متقدم أو متأخر يمكن في نصف شوط المباراة الثانية. أقصد تحديدا إنه الآن قد يدفع مدرب نادي التعاون بأهمية وجود ميلي دون بدر الخميس واستغنى عن لأنه متأخر. وفي المقابل يمكن حيكون العكس. قد يهم أن يكسب الثلاث نقاط أكثر من أي أو المستوى قد بنادي الاتفاق بمفرد أسأل خير من المباراة. وقد يلجأ المدرب إلى تبديل. أنا أقول لا نخرج من أن يكون مدافع أو حتى لاعب وسط علشان يسحب المباراة إلى نهايته بالنتيجة اللي كان متقدم فيها سواء 2-1 أو ممكن حتى ممكن تتغير النتيجة بشكل إيجابي لمصلحة نادي الاتفاق. لكن الخيار الوحيد الآن عند مدرب نادي التعاون لا بد أن يدفع بمهاجم. يعني أنا حتى يمكن على تركي أنا أتوقع أنه حيدفع فيه للأمام قد يدفع بلاعب وسط عند النزعة الهجومية. في مثل الظروف هذه بحسب ما تابعت على التركي احيانا المدرب يدفع فيه للامام. نعم. حتى يساعد بدر الخميس. فالمباراه اللي ما يدفع ايضا بيجيب ميلي يساعد بدر الخميس. نعم. مقطع على من خلال نص دقيقه نص دقيقه على الاقل بعد. انا ما ادري ليش المدربين يعني مدرب التعاون اليوم. نعم. هو عارف ان الاتفاق اصلا ما عنده فعاليه في المنصب ويلعب كرات طويله وكرات ثابته. فليش انت تنتظر وتخسر عشان اذا انت تلعب بالمهاجم الثاني؟ معناها انك انت ما قاعد تقرا طريق الاتفاق. نعم ما قريته مضبوط. ما قريته لانك لو قريته احنا ممكن انك بيختفى. نعم. من الجوله الاولى الى الجوله انا ذكرتها كل يوم شفنا فعاليه وسط الاتفاق معدومه. جميل. ما هو ما استفاد يا اخي ما استفاد المدرب وزير التعاون من الاسلوب اللي لعب فيه في شوط البطل عندما استغنى عن الهجوم. جميل. اذا تحول مره اخرى الى ملعب الامير محمد بن فهد لمتابعه شوط المباراه الثانيه. الشوط الاول كما تعلمون انتهى اتفاقيا بهدفين مقابل هدف واحد للتعاون. اترك الميكروفون مع زميلي جعفر الصليح لمتابعة الشوط الثاني وقتا ممتع لأتمنه لكم مع هذا الشوط. اشربها وعيشها شفت الربيع شعار الجديد ونكهات الفريق يلا على الطعم اللي تحبوه وزي ما تختاروا الربيع صحة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عودة من جديد إلى أحداث اللقاء أحداث هذه المباراة اللي تشاهدون الآن مع مخرج المباراة مع العودة إلى شوط المباراة الثاني الأهداف اللي دخلت في شوط المباراة الأول أنتم شايفين الأخطاء فيصل الخالدي كان يتحمل الهدف الأول اللي سجل يوسف السالم بعد ذلك التركي اللي مر ما بين المدافعين وسجل هدف التعادل وبعدها بدقائق عاد الاتفاق وسجل هدفه الثاني ومن رأسية متقنة من المدافع سياف الميشي اللي لعبها براسه ينتهي شوط المباراة الأول على هذه النتيجة 2-1
للاتفاق، لكن الشوط اللي احنا وعدنا فيه السادة المشاهدين واللي تحدثوا حتى الاخوان الزملاء في الاستديو مع الزميل خالد سعيد والكابتن حمود السلوى والكابتن ايضا حمد البيخي في الاستديو التحليلي. بعد ذلك احنا نعود الى شوط المباراة الثاني، ونذكر الناس اللي باقين معانا على السعودية الرياضية الاولى ان نتائج المباريات اللي اخر ما وصلتنا هو ان الاتحاد يتقدم على الفيصلي 2-0، الفتح والشباب في الاحساء 0-0، وفي بريدة الرائد يتقدم على القادسية بهدف، وفي مباراتنا هذه اللي امامكم مشاهدين الكرام بهدفين مقابل هدف واحد. الاتفاق سلمان الحريري، وراح اشوف بديل لمن سلمان الحريري اللي نزل في شوط المباراة الثاني. اذا محمد المبارك هو من غادر ارضية الملعب، اول تبديل في المباراة لفريق الاتفاق. اذا سلمان الحريري على حساب احمد المبارك اللي ما لعب الا مباراة واحدة في الدوري من امام الاتحاد، والان البديل اللي ينزل في هذه المباراة سلمان الحريري اللي ايضا شارك في مباراة الاتحاد كلاعب بديل في اكثر من مباراة واكثر من مناسبة. فرانكو ايفانكوفيتش يلعب بهذا اللاعب كورقة بديلة. خليل جلال الحكم الدولي، وعلى بركة الله شوط المباراة الثاني، ونحن نتمنى ان شاء الله ونتأمل ان يكون شوط المباراة الثاني على امكانيات الفريقين وعلى رغبة الفريقين وعلى طموح المدربين اصلا في ان عجلة الدوري لن تتوقف وما راح تنطر احد. ها بمناسبة يا برانكو، القضية النقاط اللي على الملعب مهمة، والتعاون على 7 نقاط اعتقد انها غير مرضية لجماهير ولعشاق الكيان هناك في أبريدة، الجماهير الغفيرة الجماهير الكبيرة اللي تنتظر هذا الفريق ان يقدم نفسه بشكل كبير. ربيع التماس جمعان الجمعان يلعب رمية التماس طويلة لكنها عدت الى خارج الملعب والى رمية التماس بهذه النتيجة. واحنا نتكلم في وقت مبكر في شوط المباراة الثانية فلورين، اعتقد ان الاتفاق هو المستفيد من المباريات اللي الان التعادل 0-0 مثلا ما بين الفتح والشباب، والاتفاق متقدم على التعاون. وراح نغير كلامنا، كل ما تغيرت النتائج كل ما تحركت النتائج راح نتحرك معاها. خطأ للاتفاق، خطأ وحمد الحمد من خطأ فسجل الهدف الثاني من نفس الكرة لكن على البوابة الثانية في شوط المباراة الاول. حمد الحمد كان على راس المدافع اللي طلع في شوط المباراة الاول، حمد الحمد يلعب الكرة جميلة جدا طويلة تهيأت خطيرة جول ثالث وعدت الى راية وتسلل راية راية الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم عبد الله المعافى اللي احتسب ركلة الجزاء في شوط المباراة الاول على الاتفاق، حكم درجة ثانية يشارك في هذه المباراة. سانتوس يلعب كرة طويلة وعالية، محاولة بالراس لكن عدت. محمد امان يلعب كورته محمد الى خارج الملعب الى رمية التماس. المباراة يعني صايرة في شوط المباراة الاول مثل الاجواء عندنا، ما هي مستقرة بين اثارتها وبين حركتها وبين رغبة المدربين وبين تغيير الخارطة الموجودة. يعني شايفين مثلا الاتفاق مثلا يلعب بالاسماء وبالبدلاء مثلا اللي عنده من شوط المباراة الثانية. للخلف نايف الخيبر اللي لعبها احمد الحربي في وسط الملعب، النجع الى الخلف يبدا معاها ثياب مجرشي المدافع اللي ياخذ كورته، واللاعب اللي عليه العين بدر الخميس في خطا لمصلحه فريق التعاون. كره منقوله عبد الرزاق الحسين، كره في وسط الملعب، محاوله وانطلاقه لصلاح الدين عقال يلعب كورته في وسط الملعب، اخذها بدر الخميس مررها ممتازه، محاوله الان لمصلحه فريق التعاون يلعب كره ممتازه في محاوله التركي تدخل وحكم المباراه يقول ما فيها شيء تدخل طبيعي السالم مع نقص في الكثافه العدديه الاتفاقيه. كره منقوله ملعوبه للامام تهيأت محاوله صوبها استعجل فيها، اخذها بشكل حلو لكن التركي استعجل في كورته وبالتالي حدث من هذا القصير من هذا اللاعب الامكانيات العاليه اخذها بصدره ولا بوجهه ما في مشكله، لكن الاخيره ابدا
كان عنده مساحة يروح للأمام، وبالتالي شايفين فلورين أيام ما كان لاعب يعني كان يتمنى أن يصل إلى عالم الاحتراف كلاعب مثلا في الملاعب. كرة منقولة، محاولة حمد الحمد وإلى رمية التماس. الشباب يتقدم على الفتح في الأحساء 1-0، والرائد 1-0 على القادسية. ها الرسالة للاتفاق، ها الشباب يتقدم على الفتح 1-0. انت تتكلم عن مثلا المتنافسين على الدوري، المتصارعين على صدارة الدوري، والمنطلقين من الاتفاقيين، نقطة اتفاقية، محاولة، صيحات الجماهير على عدم الرضا على سبيستيان تيغالي في اللمسة الأخيرة. كرة منقولة إلى السالم، ينقل كرة إلى حمد الحمد، تغطية من أمام إلى خارج الملعب إلى الأمان، إلى رمية التماس، إلى رمية جانبية. وعد التعال الآن، يعني احنا الآن استقرار المدربين ما هو موجود عندنا، ما هو موجود عندنا في دورينا استقرار المدربين. حركة تكون سريعة للتغيير، حركة للتبديل سريعة. المغنم ينقل كورته بشكل حلو، منقولة سلمان ينقل كورته، ولكن عدت في وسط الملعب، عادت لفريق التعاون، يجيد الهدف المرتدة، يجيد السرعة، والاتحاد يقولون الجماعة سجل 3، عجل بالنتيجة، بكر. كرة منقولة، محاولة كان نتيجة على الفيصلي، الفارس الرهان في الدوري، كرة منقولة، ولكن عدت كورته إلى خارج الملعب، إلى ركلة زاوية للتعاون. التعاون أبدا ما هو سيء على مستوى المباراة، لكن أضاع فرصة من أمامه في شوط المباراة الأول على ركلة الجزاء، واستعجال أيضا التركي في الامام. لكن الاتفاق فريق ثقيل، يعني فريق ثقيل الوزن في الملعب، يعرف ما يريد من المباراة. كرة منقولة، التركي هياها لكنها ضعيفة، عادت عبد الرزاق، صاب، الله، برافو عبد الرزاق الحسين، اللاعب السوري صاحب ال 26 سنة، عبد الرزاق الحسين 25 سنة لسه ما دخل 26، اللي لعب مع المنتخب من 2006 وسجل هدفين على الأخضر السعودي، لعب مع الحرية ولعب مع الجيش ولعب مع الكرامة، ومسجل 52 هدف دولي عبد الرزاق الحسين. يبقى الكرة، محاولة اتفاقية، مرور، برافو، طلب من الجماهير هناك على المدرج الاتفاقي بلمسة يد، لكن ابدا المساعد معافى موجود، وحكم المباراة خليل جلال كان قريب الى خارج الملعب والى رمية التماس. هذا مخرج المباراة، لا ابدا ابدا، محمد امان في قدمه الكرة الماضية، وسليم قرار حكم المباراة والحكم المساعد، ومع صيحات الجماهير. عاد انت تخيل يوم من الايام ان يلعب الاتفاق الفريق المنافس على الدوري مع كرة منقولة، محاولة من التركي. اخلينا شوية على الجماهير، نروح في وسط الملعب، عبد الرزاق الحسين لاعب المحور، رائع لاعب الارتكاز، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، انطلاقة 2-2، رجعوا الان تباطأ الاتفاق، ينتظر القادم سيبستيان، تباطأ فيها، وبالتالي للمرة الثانية عادت من جديد. يلقى كرة، المباراة سريعة جدا، المباراة تحتاج الى معلق ثاني معايا على سرعتها اذا تستمر على طريقتها. فايز اسماعي اليوم وبعد كم 9 جولات الان يدخل الجول الثاني على اسماعي بعد ان منع ركلة الجزاء، وهذا التدخل الاخير على حكم المباراة، تسمع لها الكرة في التدخل على عبد الرزاق الحسين لاعب خط الوسط. اللعبة بياض نايف الحارثي اللي جاء من نادي وجه على فكرة. كرة منقولة، محاولة في وسط الملعب، نقلات التركي، انطلق التركي، لكن تغطية، نعم الامكانيات الفردية ممتازة، لكن على المستوى الامكانيات الجسدية مثلا والقامة هو اقل، باعتبار ان المدافعين امام سانتوس، امام مثلا سياف، امام جمعان، وامام الطريدي على المستوى التكوين الجسدي اعتقد انه اقل بكثير. شايفين التدخل الاخير مع التركي، اللاعب اللي بدأ ايضا مسيرته وحياته، شايفين هذه الفوفزيلا لكنها الشرقاوية اللي سامعين انتم شايفين في كأس العالم، اللي استخدمت الفوفزيلا لكنها هادئة وجميلة على انغام شرقاوية جميلة. الله عاد على ايام كانت جميلة، ايام اللاعبين اللي كانوا يستمتعون بهذا العزف الجميل، ايام عمر باخشوين،
ايام الدبيخي، ايام عمر عبد الحليم، ايام سعود حمود، ايام جمال محمد، ايام مروان الشيحه، ايام العمالقه الاتفاقيين، وايام الجيل الجميل الى رمي التماس. رمي التماس محاولة اتفاقية، عادت للخلف، المغنم ينقل كرة لكن تغطية دفاعية في محاولة، عاد مرة ثانية لزروني، خلص كرته في وسط الملعب، يبدأ الآن التركي المتراجع للمرة الثانية اختلق، عاد مرة ثانية برافو، التركي أخذ كرته، نقل كرة للأمام في محاولة في وسط الملعب، عادت اتفاقية. شايفين صيحات الجماهير على التأخير طبعا في الكرات، على التباطؤ في الكرات، ومعناته أن فريق الاتفاق فهم كرة صح، ما يرغب في التغيير في الكرة، في التباطؤ في مثل الكرات، كرة منقولة ملعوبة للأمام منقولة، لكن برافو اتخلصت من جمعان بشكل سليم. جمعان حتى الآن محافظ على مركزه من أمام المدرب، كرة منقولة تهيأت السالم طويلة مرت السالم، لكن برافو أمان قافل وبالأمان مع دياب، يعني نعم عنده شغل. اوه بالخطأ 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 بالخطأ، لكن عدت مرة ثانية من يصرون، عدت مرة ثانية الحريري، هيا فتحت المباراة، محاولة تسويبه الطريدي لعبها لكن بعيدة، طلع الطريدي بكراته، وبالتالي الطراد الاتفاقي اللي عودنا يوم ما كان يلعب مع القادس ياخذ من القادس بكراته، وبالتالي بدأت الأرقام، بدأت الطفول، بدأت الجماهير شوية تتباعد كل مرة على حسب تفاعل الفريق الانتقال. سيافي خلص كرة منقولة في وسط الملعب، عبد الرزاق الحسين السوري في وسط الملعب، سلمان انطلق بالمهارة بالسرعة، انطلق سلمان مرة راية وتسلل، هي لحظة من التباطؤ، ومعافى الحكم المساعد هو من كانت رايته ظاهرة في الكرة الماضية، ولكم شوية الحكم والله شكلها شكلها ها شكلها ما فيها شيء شكلها. اللعبة كرة منقولة محاولة في وسط الملعب، النقلة محاولة جميلة، اللعبة راية 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 وتسلل راية وتسلل، صمام أمان، عندنا عندنا السياط وكارلوس، والاتفاق منذ سنوات طويلة وهو يقصد المدافع تلو المدافع، والمغنم يغادر المدافع تلو المدافع، ولعلنا إذا تذكرنا أول انطلاقة آسيوية جميلة في البطولات أتذكر الكابتن والإداري المحنك السابق من اتفاق زكي صالح الذي قدم نفسه بشكل كبير على كلاعب، وقدم نفسه كإداري لسنوات طويلة الكابتن والمحلل زكي صالح المتواجد معنا الزميل في السعودية الرياضية، لكنه ليس معنا في هذا المساء. إذا تغيير محمد السكري لاعب الاهلاوي السابق، وابراهيم المغنم، والله برانكو ما رجلات داعي، يعني قاعد يحسبها قاعد يحسبها برانكو، وبالتالي برانكو هو حساباته الخاصة، مثل ما يقولون هو ابخص، يعني مثل ما يقولون بالعامية هو اعرف اللي قاعد يدور في الملعب. هذا احمد الحربي اللاعب المميز واللاعب المترجم والمترجم الخاص احيانا في بعض فقراته عندما يخرج مثلا بلغته السليمه وبأداء الحالي في وسط الملعب، المايسترو احمد الحربي. كره منقوله محاوله نقله للامام، يعني الاتفاق لسنوات ما كان يعاني على مستوى الدفاع، كره منقوله وخطا محتسب لسلمان الحريم. شوف اليوم الاسماء اللي تنزل امام برانكو كلها اثبات الوجود، سلمان ينقل كرة للامام طويلة للسالم هياها، لكن خلصت من امامه، ابدا المباراة ما هي واقفة ابدا، محاولة وانطلاقة في وسط الملعب، محاولة للسكري، انطلق حسين النجعي تحتاج الى السرعة، روح معها التركي، اخذ كرة التركي هياها، وبالتالي مشكلة الكرة الاخيرة عند التعاون، نقلة للخلف، عادت مرة ثانية حسين النجعي، هي نفس حسين، محاولة للامام الحربي صوب الى يد حارس المرمى وعلى دفعتين على دفعتين احمد الحربي، صوب كورته من وسط الملعب لكنها صاحي معاها فايز سبيعي، بدل الكرة على فكرة تخدع حراس المرمى على اعتبار انها تكون نازلة على الارض الى خارج الملعب الى
الى رمية تماس، لكن المدرب مدرب التعاون الروماني الان بدا يجهز، يقول له ميغيل ميميلي اللاعب الالباني تعال اظهر وبان، احتاج الى مهاجم، احتاج الى هدف، لان الخساره باثنين لواحد مثلها بثلاثه لواحد ما تفرق. هو الان تلقى مرماه 19 هدف من خلال المباريات الماضيه، لكنه في المقابل مسجل 12 هدف. ها معادله ترى موجوده، كره منقوله، محاوله على الطرف الايمن، نقلات وانطلاقات، سلمان الحريري المحرك اللي نزل عمل فارق في التشكيله الاتفاقيه، اوصلت الى حارس المرمى الخالدي فيصل. سعود الخيبري اخذ كورته في وسط الملعب، صلاح الدين عقال، عد الله على ايام صلاح الدين عقال على هذا الملعب وامكانياته ولعبه وتمريراته وصناعته للاهداف. السالم هيا من امام، اليوم يعني احنا قلنا الاثنين كانوا متفاهمين، انطلق في وسط الملعب، محاولات سبيستيان تيغالي اخذها ومرر، سلمان الحريري انطلق يغير مساحه وامكانيات عاليه لسلمان، مر سلمان اخذ كوره مرر من الثانيه بعدها في اللمسه الاخيره لحسين راجع. لازالت اخر النتائج ان الاتحاد مذكر 3 على الفيصلي، ومتقدم الشباب على الفتح بالاحساء، والرائد على القادسيه 1-0، وعلى مباراتنا ما زالت في شوطها الاول 2-1. انطلق سعود الخيبري على الطرف الايسر، اخذ كوره لعبها عاليه، تدور على الخميس من يكمل، لكن حدد كورته الى خارج الملعب والى رمية تماس للتعاون. عاد التعاون يسكت؟ لا ابدا، لان خسارته في هالمباراه راح تشوف نادي نايف الحارثي. اوه طلع الظهير نايف الحارثي ميغيل ميميلي، ومعنى ذلك ان الحربي ولا الحسين راح نتابع الان. ما فهمنا تغييره حتى الان. اليامي يبدو اللي نزل اليامي، اليامي سلطان اليامي اذا احمد الحربي غادر ارضيه الملعب، سلطان اليامي لاعب بديل، وبالتالي الان عمل تغييرين دفعه واحده المدرب فلورين، عمل على دفعة واحدة تغييرين، لأنه عارف يطالع عقارب الساعة، لأن حبينا الساعة كاملة من المباراة، ودخلنا على دقيقة 62، النجع يلعب كرة خطيرة، لكنها عدت مرة ثانية، الحسين هياها محاولة تصويبة عالية، عالية إلى خارج الملعب من سلطان اليامي، اللاعب اللي في فترة سابقة كان يلعب للقادسية، وفي فترة قبل ذلك قصيرة لعب مع نادي الاتفاق، اللاعب اللي يظهر أمامك في الشاشة. ركلة مرمى فايز سبيعي حارس المرمى، جزء من الجماهير اللي التقليعات الخاصة عدا اكيد يعني في الاسيوية الاتفاق ان شاء الله يكون اجواء مختلفة على مستوى الجماهير، واجواء الشرقوية حلوة يعني وانت تشاهدها مثلا على الجانب. كرة منقولة، محاولة في محاولة ثانية راح تكون للتعاون، راح معها صلاح الدين عقال، اخذها اللاعب الالماني، اللاعب البديل اخذ خطوات فوق، وبالتالي عدد جول، الله هداف من يومه، هداف ميغيل ميميلي، لا تمثل هالكرات ابدا مطوفة، يعني ميغيل ميميلي 13 هدف في الموسم الماضي، سجلها مع الفيصلي اللاعب الالماني، هداف الدوري الالماني، اللاعب اللي يعتبر مكسب وان كان ما خرج بصورة كبيرة، شوف تابع، شوف مرر، وحدث الكرة إلى خارج مع فلورين، ما هو مصدق أبدا، أبدا، أوه، أوه على ردة الفعل، والله يا فلورين متروك، ومثل هالكرات أبدا، ميغيل ميميلي، يعني كان حاطة في الحسبان من البداية، راحت الآن التعاون، التعاون أفضل في اللحظات الماضية، وإن كان هجمات المرتدة الاتفاقية، ومع تحركات سلمان الحريري، أعتقد الإمكانية موجودة، كرة منقولة، وحذاري للفريقين من الأخطاء. كرة منقولة، محاولة للأمام، عدت إلى خارج الملعب، مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، على كل الاحتمالات، يعني وأنت تطالع عقارب الساعة وهي تروح على دقيقة 63، لا زال الأمر مفتوح ما بين الفريقين، لا زال كل شيء محتمل في المباراة، لأن التعاون قاعد يقدم نفسه بشكل
كبيرة جدا، وعلى ما تجي وقت الآن متى وقت الفترة الشتوية الثانية وقت الانتقالات راح نتكلم عنها. سلمان الحريري بالمهارات وانطلقت سلمان حكم المباراة يقول ما فيها شيء، تدخل على الكرة، برافو خليل جلال، برافو خليل جلال، قرار سليم، كرة منقولة، محاولة الخميس ميغيل مملي راح يكمل مع عبد الرزاق الحسين في وسط الملعب. يمكن من المباريات الجميلة جدا اللي يقدم نفسه فيها التعاون، كرة منقولة، محاولة في وسط الملعب، نقلة في وسط الملعب، محاولة. انت يوم من الايام كنت اتكلم مع المهندس ابو ريان، المهندس السراح، كنت اتكلم معه، اتحاد 3-1 الفيصلي يقلص، كنت اقول له ان فريق التعاون استاذ محمد السراح كان من افضل الفرق في الدوري السعودي اللي ما تفوز، يعني من افضل الفرق اللي تلعب بس ما تفوز، ما تعرف طريق الفوز ابدا، وبالتالي طالع الان عنده 7 نقاط واحنا نلعب في الاسبوع رقم 9، ودورينا ابدا ما ينتظر احد على الاطلاق، ما ينتظر، اطار العمر اللي موجود في الدوري على 26 اسبوع من دوري زين السعودي ابدا، لغه الانتظار غير موجوده على الاطلاق، الكل يبي يمشي بالمباراه مع الخطا على سلطان اليامي او الخطا الان لمصلحه فريق التعاون. والله يبدو ان جده هناك قاعده تتحرك الامواج بعد طرد مشعل السعيد في جده. الفيصل الان يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني على الساحل الغربي وعلى الساحل الشرقي. يا من تتابع ما زال الاتفاق، ما زال اصحاب الصداره المتنافسين مع الشباب على بطاقه الصداره، ما زال الان الفريق الاتفاقي هو المتقدم واللي يبي من المباراه الاتفاق. حتى الان اقول ها حتى الان اقول هو يمشي فيه، كره منقوله، محاوله ميغيل مملي، محاوله الان صاحب ال 31 سنه انطلق، كره منقوله، اللاعب الالباني مرر لكن تغطيه دفاعيه كارلوس وامكانياته الكبيره لازاروني، والتغطيه الدفاعيه هذه سهله 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 الى فايز السبيعي. مباراه حلوه يعني من المباريات القليله، اذا خليل جلال في شوط المباراه الثانيه ما يعطي الا دقيقه واحده ويمكن يعطي مثل ما عطى في شوط المباراه الاول دقيقه واحده، دلاله كافيه على ان المباراه شغاله، حتى الرميات التماس قليله جدا في المباراه. كره منقوله، محاوله، جمعاني يلعب كره، سلمان الحريري محاوله وانطلاقه مرمى الاول لكن برافو سلطان، لعب كره اليامي لخارج الملعب والى رمية التقص. كره منقوله الان راح ينزل مدافع، راح نشوف الان الكوري لي يونغ هو اللاعب القضيه، اللاعب الاتفاقي الاسيوي، اللاعب القضيه هو اللي راح ينزل، حمد الحمد راح يغادر، لي جونغ هو هو اللي راح يغادر، لي جونغ هو هو اللي راح الان ينزل الى ارضيه الملعب. حمد الحمد يتخلى عنه في هذه الدقائق في اكثر من مباراه، برانكو فانكوفيتش بدانا نفهم جزء من فلسفته احيانا في تبديلاته وتغييراته المنطقيه داخل ارضيه الملعب مع لاعب مصاب على ارضيه الملعب، اثر المجهود وتدخلات مع سلمان الحريري اللي قلنا نعم غير كثير في الاصطدام مع ميغيل او مع صلاح الدين عقال في الكره الاخيره. الان ليونغ هو اللاعب الكوري الجنوبي، اللاعب اللي الان راح ينتظر طبعا لان في سلمان الحريري خارج ارضيه الملعب، يقول خلينا اطمن على سلامته وخليك يا حمد الحمد وخليك يا اللاعب الكوري لا تنزل في اول مباراه، لا تنزل في اول مشاركه، واول مشاركه للاعب الكوري، اللاعب الذي يظهر، اللاعب الذي دوب عليه والذي انتظر الدفاع الطويل حتى ياتي كره بقلب الراس تحولت جول. الله الله يا خالدي، الله الله الله، بالعزيمة وبالإصرار الانتفاق للصدارة سار، للصدارة سار، بالعزيمة والإصرار الانتفاق، الانتفاق خذ معاها
الشباب الليل الذي يقدم نفسه ومع مدربه الذي اتى من بلجيكا المدرب برودوم الذي يقدم نفسه بشكل كبير ويومم الواجهه الكبير عندما ينتقل الاتفاق والشباب او الشباب والاتفاق هنا عنوان الدوري قد تتبدل اوراقه وتتبين خارج الدوري. التبديلات لا زالت والكوري لا زال المدرب يصر برانكو ايفانكوفيتش يبدو ان في مشكله مخرج المباراه يقول راح نشوف الان شايفين بدا الان طلب منا يقول له غير عساس الابيض اللون وبالتالي شكرا لمخرجنا اليوم مستمتعين بكل الاجواء باجواء جميله على الساحل الشرقي حمد الحمد ولحوحان اللاعب الكوري اللي ينزل لاول مره على الساحل الشرقي ويتعود على الاجواء هنا ويتحدث مع سانتوس البرازيلي مع كره منقوله دياب محاوله نقله للامام لكن عدت من جديد نقله في وسط الملعب محاوله للتعاون التعاون الان يحاول التعاون يقول انه مثلا في ضائقه ماديه لكنه في ضائقه الان على عامل النقاط وما زال الان فلورين يقول لا زال للامل بقيه ونحن مشاهدينا الكرام نلعب على كم من الدقائق 71 دقيقه تقريبا في شوط المباراه الثاني نقول للامام لا زال فلورين يدور على التغيير الاخير عبد العزيز اليوسف اللاعب القادم من الشباب اللاعب الشاب راح نشوف يحل الان كورقه بديله مكان من يا فلورين في بدايه شوط المباراه الثاني او احنا خلاص وصلنا على مكان مثلا حساس للمباراه الخميس انطلق عاد كره للخلف سيطره في وسط الملعب نقله محاوله لازاروني يبدا الان السفري نقله من السفري على الطرف الايمن محاولات اتفاقيه نقلات اتفاقيه والبعض كان قبل المباراه كان يتامل ان المباراه نعم تكون اثاره واثارتها واضحه من بدايتها سلمان الحريري انطلق الامكانيات العاليه وبالتالي الى خارج الملعب لا عاد الجماهير تقول سلمان المطالبه الجايه لبرانكو ايفانكوفيتش اللي دائما تطالبه ببعض اللاعبين لكن شايفين عاجبني برانكو في ثقافته العاليه ومن امام من؟ من امام الدكتور فلورين وهو فلورين على فكره يعني هو الوحيد اللي يحمل شهاده الدكتوراه في التدريب الدكتور الوحيد لدينا في اثر ولكن الدكتور حتى الان لا يعالج بالشكل السليم ولا يضع الوصفه الصحيحه حتى الان النجعي غادر وعبد العزيز اليوسف برانكو هو الذي وضع الاسطوره الاتفاقيه لسنوات كبيره صالح بشير على قائمه البدلاء بل احيانا يكون خارج ال 18 بل ان اكثر المدربين الاتفاقيين لا يجرؤون مثلا في الايام الماضيه والسنوات القادمه اذا تراجع النجم او الرقم فانهم لا يستطيعون مثلا ان يبقون على قائمه البدلاء اعتقد انه مجهود رائع من برانكو وفلورين نعم وإدارة التعاون لأن السبع نقاط أعتقد حتى الآن غير محببة لدى عشاق الكيان الكبير التعاوني ويوم تتحدث مثلا أنت هناك في بريدة وحس هذا الموسم موعودين بخمس دربيات خمس دربيات يمكن من سنوات طويلة لم نلعب خمس دربيات أثمنها وأقواها وأشهرها على المستوى الإعلامي يا دكتور هو ذلك الديربي الذي يكون في ديربي العاصمة الرياض ما بين الهلال والنصر يا صالح بشير وكأن المخرج نعم يروح معاي في كل كلمة ويروح على صالح بشير في نظرة وديربي الهلال والنصر وبالتالي احنا رايقين اكثر على مثلا دربيات تكون جميله جدا ومع مثلا الهلال والنصر ديربي العاصمه ديربي العروس الاتحاد والاهلي بعد ذلك عندنا ديربي العاصمه الاداريه في بريده واحد من الدربيات الثمينه جدا لدينا في المملكه لدينا مثلا هناك في الاحساء يوم يلتقي هجر والفتح والفتح وهجر على ديربي وديربي ايضا المنطقه الشرقيه اللي غاب عن اثارته واللي لعب واللي كان الاتفاق 1-0 على القادسية في الراكة وبالتالي خمس ديربيات وما لعب منها الا ديربيين اثنين ويا مهندس محمد اعتقد ان النظرات يعني
صاحب المسؤولية طبعا يحمل في عينيه الكثير من الثلج. وأكيد العشاق يروحون بعد المباراة دائما لرئيس النادي يتكلمون يتحدثون عن المعاناة عن الأسماء عن المدربين عن التبديلات. هذه نظرة الأيام الجاية إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. رمية التماس للتعاون والتعاون ما زال يصر على أنه يسجل. صدقوني وأقولها مثلا في شوط المباراة الثاني لو قرب التعاون إلى هدف ثاني في المباراة أعتقد أن الاتفاق مثلا راح يرتكبك في بعض حساباته. هدف رابع في المباراة راح ينهي المباراة على الإطلاق على الإطلاق لو سجل الاتفاق هدفها الرابع. كرة منقولة أمان سلطان اليامي ينقل كرته يامي جيم مملي يلعبها الى صلاح الدين عقال. انطلق صلاح لكن لعبها ليهو وياخذ تحية الجمهور مع اول كرة يخلصها الكوري. كرة منقولة محاولة عارفين ان اللاعب الكوري وعنده كانت مشكلة مثلا في الدوري الكوري على اعتبار ان الصحافة تحدثت على ان هناك عدد من اللاعبين كانوا متورطين مثلا في التلاعب بنتائج وبالتالي شايفين يا سلام يعني برانكو يعني موه شوية وخلى الكرة واحدة من مهارات برانكو الكرواتي يوم ما كان لاعب يوم ما كان في شبابه يوم ما كان في عزه الآن يموه مثلا مثل ما قاعد يموه مثلا على كل الجماهير اللي كانت تطالب بالأسماء ومقتنع بكل ما أعطاه في المباريات. كرة منقولة انطلاقة على الطرف الأيمن محاولة ولكن تغطية من سبيستيان تيغالي. نعم سجل لكن هو سبيستيان تيغالي اللي نعرفه في المباريات الماضية. كرة منقولة محاولة اتفاقية جمعان الجمعان من الأسماء أيضا القديمة والثمينة من الأسماء اللي كانت تلعب لمواسم. شايفين مثلا الاتفاق مدرسة ليس على مستوى اللاعبين الاتفاق مدرسة على مستوى المدربين. راح أتكلم مثلا هذه النقطة ثمينة جدا أتكلم عن حميد المدربين لدينا خليل الزياني أتكلم مثلا عن فيصل البديون عن عمر بخشوين أتكلم عن خالد الحوار عن سمير هلال عن هذه الأسماء والكوكبة كلها جاءت من مدرسة مثلا نادي الاتفاق لعلي ما انسى بعض الاسماء. كرة منقولة محاولة في وسط الملعب لازروني برافو لازروني ومع غياب مثلا حكمي اللاعب الشاب صاحب العشرين سنة صاحب الامكانيات الكبيرة يحيى عتيل من يعرفونه بيحيى حكمي اللاعب الذي اكيد بعينيه شاهد هالمباراة وينظر الى الاتفاق مثلا في هذا اللقاء ويطلع على مركزه. لكن هذه خيرة تكون للمدرب احيانا على مثل الغيابات الاضطرار يكون لاعب نعم جاهز. ومن متى من سنوات ما كنا نشوف الاتفاق مثلا يلعب خليل جلال مع التحية والاحترام العالي يتكلم مع حيامي يقول لك اقرب شوية خليل جلال واستمان الحريري بصراحة عمل مجهود كبير مع نزوله الى ارضية الملعب وكأن مقاعد المتلاعب بدر من خلالها وكأن الفانيلة الخاصة قد بدت بدأ المدرب لكن هذا
القادمون بقوة في دورينا. هدف رابع ومثل سيانتي قالي اللاعب الارجنتيني عملة اللاعب الهداف اللاعب الصعب في رقمه اللاعب الصعب جدا في امكانياته كرة منقولة. اللعبة اتفاقية التي شوي مع الجماهير لكن راحت وين؟ سمعين المدرج؟ والآلاف خلف الشاشات الاتفاقية التي تعشق الاستراحات والمنازل هي تصف أيضا من خلف الشاشات. كرة منقولة محاولة نقطة اليوم السيطر محاولة للتعاون نقطة للأمام في محاولة وقلنا للتعاون أحسن فريق يلعب لكنه لا يجيد لغة الموت على الإطلاق لأن الآن في خزينة السبع نقاط والسبعة صعبة يا تعاون. كرة منقولة للأمام رايا 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 وتسلل رايا على السالم رايا وباقي سبع دقائق على نهاية هذه المباراة المثيرة في دقائقها المثيرة في نقاط تحولها. سمعين الجماهير الاتفاقية الموج الاتفاقي يذكرنا أمام سبهان الإيراني يذكرنا أمام بنيت كور الأوزبكي يذكرنا أيام الشباب الإماراتي ذكريات 2009 في آسيا. الاتفاق قادم يا آسيا في الزمن التاريخي والجغرافيا كل يومها نذكر الجماهير لأن الاتفاق له رمز صعب. محاولة للتعاون محاولة المرور حكم المباراة يقول ما فيها شيء على الإطلاق. نقلة للخلف محاولة نقلة للأمام وما زال الاتفاق على هذا الملعب يمارس روايته في الفوز على التعاون في كل اللقاءات التاريخية. مر السالم مر في محاولة نقلة طولها ما فيها شيء رايا لا بيروح يعطيه خطأ على السالم وداع التمثيل العاشقون لدور السينما دائما وابدا فان الممثلين البارعين يا سالم يتقاضون العشرات من الدولارات والمئات والالاف من الدولارات لكن في قانون كرة القدم يا سالم ان من يجيد لا يجيد التمثيل او يجيد التمثيل فان البطاقة الصفراء واحدة مما ياخذها. كرة منقولة سلطان اليامي انطلاقة للامام ميغيل مماني مماني كان يتمنى وقت اكبر من ذلك. لاعب لما ينزل لاعب هداف وامكانياته يحتاج الى مساحه كبيره جدا حتى يتحسس على المباراه. كره منقوله ما لعب راسه بشكل حلو نقله الى خارج الملعب والى رمي التماس عدينا دقائق وياي 85 كره منقوله محاوله دياب اخذ كرته الى اليامي على الطرف الايمن محاولات للتعاون عاد الجاي اصعب لكل الفرق. ها اتكلم جوله بعد جوله اسبوع بعد اسبوع تشوفون الاثاره في دورينا. محاوله في وسط الملعب سلمان مرر محاوله ما فيها تسلل السالم طلب الكره الحريري حط اياها وصلت الى سلمان الخطا لا قايل لك المحور الدفاعي مشكله كبيره لدى فريق التعاون مشكله كبيره جدا لدى الساتر الدفاعي الموجود ومن اسابيع ماضيه ليس هذا التعاون الذي كنا نراه في المواسم الماضيه. التعاون تتذكرون في الموسم الماضي حقق سبع انتصارات متتاليه حتى انه مثلا لم تقف الفرق الكبيره من امامه قدم نفسه بشكل كبير بالرغم من ان الاسماء اللي موجوده هذا الموسم طالع لإعادة لكرة السالم ما كان بهذا الجو ما كان بهذا الاسم الذي كان يلعب على هذا الملعب يوم أن كنا نتغنى بهذا الأصفر وجماهير مثلا الذهبية التي كانت فازت على النهضة في كأس الأمير فيصل بالأسماء اللي موجودة الأحمري والعروان والأسماء. شوف اللقطة الأخيرة مثل مخرج المباراة يقول تابع وإحنا نتابع شايفين خروج خاطئ من حارس المرمى والهدف يتسجل. اوه شايفين الفرحة الاتفاقية اللي تتكرر كثير في الدوري اليوم اربعة ومسجل مثلا 11 واليوم صار عنده شوف يا سلام يا سلام يا سلام اخر طلب هذا واحد من اقدم
من أقدم مثلا المشجعين العاشقين. هذه رسالة حتى للشباب شايفين هذا الرجل الكبير في السن. والشباب مثلا كيف هذا الرجل مثلا يصل إلى مسافة إلى الملعب، وصوت الفوفوزيلا الخاصة بالمنطقة الشرقية والنغمات الشرقوية الجميلة على مثلا على هذا الأمر. أربعة أهداف ثقيلة أمام نجران، كان بالأربعة حتى أن هدف التعاون كان اللاعب مثلا فريد شكلام اللاعب الجزائري هو من سجل هدف في نفسه في المباراة الماضية، لكن التعاون مثلا فرط في الشوط الأول على إمكانية ركلة الجزاء. لا أقول مثلا الاتفاق عرف يتعامل مع المباراة، يعرف ما يريد من المباراة، وعنده ثقافة مثلا اللعب الثقيل على أرضية الملعب، كرة منقولة، محاولة، خبرة الاتفاقيين تكسب، إمكانيات المهاجمين تكسب، وبالتالي حتى الآن أربعة أهداف، أربعة أهداف للاتفاق، كرة منقولة للخلف في محاولة نقل للأمام طويلة وعالية تحولت بالرأس وبالتالي تخلصت في صفارة، وفي خطأ للتعاون، في خطأ. شوف الأيام الجاية الاتفاق يروح حق المنافس التقليدي يا فلورين، الدكتور فلورين، الاتفاق راح يلعب مع الرائد يوم الخميس القادم، والفيصلي راح يلعب مع التعاون في حرب مجمعة، راح يلعب فريق التعاون، والمباراة ما هي سهلة على التعاون. لما أقول لك الجاي أصعب، وإذا ما تكسب نقاط، نعم أنت تلعب مثلا خارج أراضي، كرة منقولة في وسط الملعب، عادت مرة ثانية للسفري، منقولة في وسط الملعب، عادت للخلف ليونغ بو، اللعبة الطويلة في محاولة للأمام، دياب خلاص في خطأ لمصلحة فريق التعاون. خلاص 89 دقيقة، 89 دقيقة، وباقي دقيقة واحدة على نهاية المباراة، والاتفاق لا زال يلعب بالعشرة. ليش؟ في لاعب مصاب مثلا برا أرضية الملعب، يوسف سالم يتعالج خارج أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله. كرة منقولة للأمام، فايز إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. خلاص استنفذ تبديلاته يوسف السالم، سليم إن شاء الله يوسف، لاعب إمكانيات كبيرة على المستوى التهديفي يوسف السالم. فلورين متروك، هذا المدرب محظوظ لأن هذا الموسم هو من اكتشف البدائل في الاتفاق. الاتفاق كان في السنوات الماضية يمكن ما يعيب أنه ما عنده البديل الجاهز. تذكرون لما كان صالح بشير الرزتاغو ما نقول لهم بديل مثلا إلا يغير تكتيك المدرب إذا لم يتواجد صالح. الآن زامل السليم متواجد، الآن الرزتاغو خارج قواعد الاتفاق، وصالح بشير مثلا على البدلاء، كل هذه الأسماء هي في مصلحة الاتفاق في الأيام القادمة. كرة منقولة ملعوبة على الطرف الأيسر، سعود الخيبري هيا كورته لعبة أرضية، محاولة ونقلة لكن خاطئة في وسط الملعب إلى خارج الملعب. خلاص الوقت البدل الضايع، يمكن خليل جلال يعطيها من 3 إلى 2 دقيقة مثلا في الوقت البدل الضايع. 3 دقائق خليل جلال أعطى 3 دقائق، شوط المباراة الأول احتسب دقيقة واحدة بس على نهاية المباراة. عاد الآن الاتفاق صاحب ال20 يبي يوصل على الرقم 23، وصاحب الرقم 23 سلمان الحريري كان له مثلا أثر كبير جدا في الشوط الثاني، لعبت ولكنها وصلت سهلة إلى فايز السبيعي. فايز السبيعي حارس المرمى، الاتفاق برباعية، النقلت اللعبة بالرأس، جمعان الجمعان، السفري طويلة، عدت كرة سلمان الحريري إلى خارج الملعب وإلى رمية التماس. ميغيل ميملي، عبد الرزاق الحسين في وسط الملعب، ذياب مجرشي أو محمد أمان الكرة معه، اللعبة محمد للخلف،
كرة لفريق التعاون ينقل كرة للأمام في محاولة لكنها عدت كورتا إلى خارج الملعب. الاتفاق يسير إلى الصدارة يسير الآن وبعدد كبير من الأهداف والآن هو الآن الاتفاق مسجل 15 هدف كان عنده 11 هدف والآن 4 أهداف وبالتالي عليه هدفين ويصبح الفارق حتى نتعرف على النتيجة النهائية لمباراة الشباب. تبقى الصدارة على كل حال هي موجودة في المنطقة الشرقية بين الاتفاق والشباب على مستوى هذه الليلة. إذا كان الشباب مثلا على فارق الأهداف هي موجودة معها. كرة منقولة محاولة نقلة للأمام في صفارة وفي خطأ خطير على رأس منطقة 18 والتعاون ما هناك هو عند دقائق أخيرة ويرتكب خطأ مثلا أخير وسلمان الحريري